بمغامرات الرياضيات مع إلما وزوي. واليوم رح نتعلم عن الارتفاع. الارتفاع. هاي. مياو مياو مياو. إلما بيقول إن زوي اليوم مش زوي اللي إلما بيعرفها. يمكن عم بتمثل إنها قطة. اه واحذروا إلما عم بيقلد أي حيوان اليوم. يمكن عم بتقلد الكلب. طيب وأنا شو بدي أكون؟ بعرف. فرس النهر؟ شو؟ لا أنا زرافة. يمكن محتاجة كمان شوية ارتفاع. صح مياو، انتي بحاجة لمياو ارتفاع أكتر. بس شو الارتفاع مرة تانية؟ مياو. الارتفاع هو طول الأشياء. طول الأشياء قديش طول الأشياء؟ قياس الارتفاع سهل كتير، سهل كتير. كأني سمعت حدا قال ارتفاع. أنا جرجور عندي كتير معلومات عن الارتفاع. جوجو بدي مساعدتك عشان أصدقائنا يشوفوا كيف بنقيس الارتفاع. صح، بنقدر نعرف الارتفاع باستخدام قلم الرصاص. هاي العلامة هي اللي رح تدل على ارتفاعي. رح أحدد ارتفاعك جوجو. ومثل ما انتو شايفين قسنا ارتفاعنا، والظاهر انه جرجور ارتفاعه اطول من ارتفاع جوجو. لتعرفوا اكتر عن الارتفاع، انا وكاكي جهزنا رقصة العصا الخاصة. يلا كاكي. يعني لازم كاكي يرقص. يلا كاكي انت تقدر تعملها. معلش ما تقلقوا أنا بخير. طيب لازم عصايتي تكون بنفس ارتفاع هاي العصاية. رح أقيس العصاية بهذا الخيط. 1 2 3. طيب معناها طول العصاية 3 خيوط. خلونا نشوف شو في عنا. شوفوا قياس هذا الغصن 1 2 3 خيوط، نفس العصاي بالضبط. هذا هو الغصن المناسب. شكرا كاكي. وهلا نحن جاهزين. 1 2 3. عم نتعلم كل شيء عن الارتفاع. عن الارتفاع. صح الارتفاع. عم نتعلم كتير اشياء عن الارتفاع. صاحب القفزات الرائعة جرجور وصل. رح ألعب على الحبل مع جوجو وفيلو. ركزوا. بعرف يا جوجو، المشكلة هون إنك ما عم تقدر تمسك الحبل من طرفك على نفس ارتفاع طرف فيلو. فيلو ماسك الحبل بارتفاع 1 2 عصايتين، وجوجو ماسك الحبل بارتفاع عصاية واحدة. جوجو لازم تمسك الحبل أعلى حتى أقدر أنط. يا سلام، خلونا هلأ نقيس الارتفاع. 1 2 عصايتين تنتين، يعني نفس الارتفاع اللي فيلو رفعت فيه الحبل. جاهزين؟ وانت فيلو؟ جاهزة جرجور. يلا لعبة القفز على الحبل. يا سلام. 1 2. إذا كانت جوجو وفيلو ماسكين الحبل على نفس الارتفاع، معناها ليش رجع جرجور وتعرقل بالحبل؟ يمكن ارتفاعهم هو نفسه بس. بس جرجور بيحتاج لتدريب أكتر. حاسة حالي هلأ عرفت شو الارتفاع سلحوف. أنا مش سلحوف. أنا زرافة. اتعلمنا شي جديد بالرياضيات، بيساعدنا نلاقي طرق جديدة للألعاب. تعلمنا عن الارتفاع الارتفاع الارتفاع.